بودي مع العيان ساعة لازم هنعمل له جنرال اكزاميشن. بس هو الفرق ان انتوا في البنات هيكتبوا، يعني البنات هتكتبوا الجنرال اكزاميشن ده، اما الولاد بس يا دوبك هو بيفحص كده النقاط المهمه والدكتور بيتناقش معاه. المهم انك تشوف ايه في الجنرال، همشي بنفس الترتيبه بتاعتنا A B C D E F. A اللي هي مجموعه ارقام مهمه لازم تشوف طبعا اي مريض تشيست، مهم قوي انك تقيس له البلاد بريشر. في مرض عارفين اللي عندهم برونكيال ازمه ممكن يتعالجوا بالستيرويدز، ولما يتعالجوا بالستيرويدز احنا قلنا زمان لو حضراتكم فاكرين يعني الستيرويدز بتزود السنسيتيفيتي اوف ريسبتورز تو كاتيكولامين. حلو؟ فكونها بتزود السنسيتيفيتي اوف ريسبتورز تو كاتيكولامين هذا دوت بيخلي يا جماعه؟ هذا دوت بيخلي فيه فرصه كبيره ان يكون عندهم هايبر تنشن. فمهم قوي. كذلك برضه في مرض اسمه بولي ارترايتس نودوزا. البولي ارترايتس نودوزا يحصل معاها ازمه، يحصل معاها تشيست ترابل، واسينشال فور دايجنوز يكون معاها هايبر تنشن. طيب مريض تشيست وعنده هايبوتنشن ده مين ده؟ مريض تشيست وعنده هايبوتنشن التي بي في مصر وفي الدول اللي هي النايمه دي التي بي طبعا التي بي من اشهر اسباب الاديسون ديزيز. فلما يجي لك واحد عنده تي بي وما تعالجش كويس وحصل له ميريال تي بي، ممكن هذا التي بي يعمل افكشن للسوبرا رينال كورتكس، ولما يعمل افكشن للسوبرا رينال كورتكس هيجيب اديسون، والاديسون معاه هاي بوتنشال. لو عندك مريض تي بي وليه ضغط واط كل ما تقيسه واط 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 يعرف ان هذا المريض دخل في ايه؟ دخل في اديسون ديزيز. مهم في مريض التشيست انك تشوف البلت بتاعته، البنيه بتاعته، هل هو اوفر بيلت اندر بيلت. ممكن طبعا يبقى اندر بيلت الناس اللي عندهم سابيرات بلانك سندروم، عمال كل شويه تحجز في المستشفى، اللي عنده تي بي، اللي عنده برونكوجينيك كارسينوما، كل دي حاجات تعمل توكسيميا اب تو كاشيكسيا كمان، يبقى جلده عظم. ممكن العكس يبقى حد اوفر ويت، يبقى حد اصلا اوبيز ومن كتر ما هو اوبيز حصل له ريستريكتيف هايبر فنتليشن فيما يعرف بكلمه بيكويكيان سندروم. يعني ايه بيكويكيان سندروم؟ يعني حد اوبيز قوي 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 من كتر ما هو اوبيز قوي اتضغط على المسلز بتاعت الريسبيريشن وحصل له ريستريكتيف هايبر فنتليشن. ريستريكتيف هايبر فنتليشن يعني هايب يعني تؤدي الى طبعا هايبر فنتليشن، يعني السبب هنا هو الاوبيزيتي. اوكي؟ ودي اسمها بيكويكيان سندروم. مهم قوي تشوف الالوان، تشوف اذا كان عنده جوندس قلناها، اذا كان عنده كالور دور عليه، اذا كان عنده سيانوزس. وعايز اقول حاجه، في كلمه اسمها ريسبيراتوري فيلير. ريسبيراتوري فيلير ده انا اساسا يعني عشان اشخص ريسبيراتوري فيلير لازم اعمل اي بي جي. ليه؟ لان ريسبيراتوري فيلير الديفينيشن بتاعه ات از لابوراتوري دايجنوزس. لابوراتوري يعني بعتمد على الاي بي جي اساسا. Describing inability of respiratory system سواء central or peripheral to maintain oxygen and the CO2 tension in normal level. انا مش عارف احافظ على CO2 ولا الاكسجين tension، يبقى انا عندي respiratory failure. هذا respiratory failure بشخصه بالاي بي جي، انا لازم اعمل له arterial blood gases. لكن هناك اشياء اشك منها ان انا عندي respiratory failure، اللي هنا central cyanosis، لقيت flapping tremors astrixis، لقيت منتاليتي تشينجز السبب منتاليتي ولا حاجه، دي كلها اشياء تشك منها ان هذا المريض عنده ايه؟ عنده ريسبيراتوري فيلير. بس مش اكيد، عشان تتاكد ان في ريسبيراتوري فيلير لابد من عمل اي بي جي. فانت لما يجي لك واحد وعنده سنترال ساينوزس يو هاف تو سسبكت ريسبيراتوري فيلير، بس يو هاف تو كونفيرم باي ارتيريال بلاد جازز. اوكي؟ مريض تشيست هو بيحب ينام على جنبه اليمين، هنا على جنبه اليمين يا فاسكو. ده يبقى المرض فين؟ المرض في اليمين. ليه؟ ما هو عنده مثلا بلورسيا او بلورال افيوجن، فينام على الناحيه اللي بتوجعه ولا نام على الناحيه الثانيه؟ افرض هو غني بقى ونام على الناحيه الثانيه، اصبحت الناحيه دي مش شغاله وهو وقف الناحيه دي كمان، يجي له كشف نفس. اسمها ايه بقى؟ تريبوبنيا. يبقى اسمها تريبوبنيا يعني ديسنيا اون لاينج اون هيلثي سايد ان يونيلاترال تشيست ديزيز. هذه كلمه طبعا اسمها تريبوبنيا. اوكي؟ مريض تشيست مهم قوي اشوف اذا كان عنده بافي ايليتس فوق عشان الكورونيك كاف، اشوف اذا كان عنده كونجستد نيك بين قولوا لي يا وحوش.
مريض الشيست وعنده كونجست ليج بين. انفيزيما زياده الانتراسايت اكويشن بانفيزيما او بلورال انفيوجن. ايه كمان؟ ايه رايكم لو عندي اوبستراكشن السبيرو فينا كاف في ميدياستاينال ماس؟ ميدياستاينال ماس يعني عنده مثلا تيومر ولا حاجه والانفلود كبر ضغط على السبيرو فينا كافا حتى ممكن يعمل كونجستد نون بالسيتنج نيك فين. هنقولها ان شاء الله الحصه اللي جايه ده كدليل على كومبليت اوبستراكشن للسبيرو فينا كافا. طيب مريض تشيست وعنده لور ليمب اديما لسه قايل لها بقى. مريض تشيست وعنده فلابنج تريمورز اشك ان عنده ريسبيراتوري فيلير. مريض تشيست وعنده كلابنج. طريق باش قول لي يا بيل يا بلو بيل بيل سابيرد لانج سيندروم برونكو جينيك كارسينوما ميدوسيليوما. طب بلو بلو انترستيشيال بالمونري فايبروزس هل السي او بي دي تعمل كلابنج لوحدها؟ لا، اذا كان اسوشيتد معاها برونكياكتس او اذا حصل طبعا برونكوجينيك كارسينوما، لكن لوحدها مش هتعمل. مريض تشيست وعنده منتاليتي تشينجز اشك ان عنده ريسبيراتوري فيلير. مريض تشيست وعنده سكاليني ليمف نود عنده برونكوجينيك كارسينوما، يبقى دي نقاط مهمه جدا في الجنرال لازم تتحصل. طيب السؤال لحضرتك، مريض تشيست هل مهم انك تفحص القلب؟ ليه؟ قد يكون سبب وقد يكون نتيجه وقد يكون اسوسيشن. قد يكون الكارديو فاسكولار سيستم هو السبب طبعا، هو الراجل اللي عنده بالمونري كونجيشن يحصل له بايلاترال بيزل كريبيتيشن، يحصل له تشيست انفكشن، مش كده؟ يحصل له حتى افيوجن. ممكن يكون نتيجه الكوربالمونال، ما هو الكوربالمونال مرض في القلب ناتج عن ايه؟ عن مصيبه في التشيست. ممكن تكون اسوسيشن زي ايه؟ كارتاجنر سندروم. بتتكون من ايه كارتاجنر؟ ديكستروكارديا وبرونكياكسس ومعاها ابسنت فرونتال اير ساينس. طيب هل مهم انك تفحص الليفر؟ الليفر في مريض الشيست ايه اللي يعمل هيباتوميجالي مع مريض الشيست؟ كارسينوما وعمل تستس اميبك ابسس في اللانج وفي الليفر مع بعض. تمام. طب مش ممكن حد يبقى عنده توز ليفر؟ او في انفيزيما ولا حاجه؟ طب انت جيت لقيت الليفر هنا حسيته، ده معناها انها توست ولا معناها ان هو فيها بطاطس؟ ما اعرفش، لازم اجيب الابر بوردر بالتايدل بيركشن. طب لا، احنا عايزين من اللور بوردر نعرف هي كونجستد ولا توست. لو كونجستد لازم تبقى ايه؟ تبقى تندر. تمام. طب تفحص السكرين في مريض تشيست؟ طبعا، ما اي حاجه هتكبر الليفر هتسمع هنا، هتعمل برضه بورتال هايبرتنشن وتعمل سبين ويجالي. لكن التي بي سابيلوزس امايلويدوزس الحاجات دي كلها بيكون معاها سبين ويجالي. ممكن مريض تشيست يحصل له اسايتس؟ طبعا الكوربالمونال تعمل، او عارفين في تي بي او مالجنت اسايتس، تيوبركلس او مالجنت اسايتس ممكن تحصل. تمام. يبقى ده بالنسبه للنقاط المهمه كجنرال اكزامينشن. لوكال تشيست اكزامينشن لازم نفتكر ان النقاط الرئيسيه او اللاينز بقى الكبيره المهمه معانا في التشست، احنا التشست دي فرونت ولاترال وباك. الفرونت بنقسمه السوبرا ماماري وماماري وانفرا ماماري، واللاترال بنقسمه الى ابر لاترال ولور لاترال، والباك بنقسمه الى سوبرا سكابلر انتر سكابلر انفرا سكابلر. 8 مناطق في 2 يعني 16 منطقه. لما تيجي تفحص اي حاجه يو هاف تو كومبير، لازم تقعد تقارن. يبقى دي اول نقطه، اول تشيست اكزامينشن باي كومباريزون، يعني انسبكشن تبص هنا وتبص هنا، بالبيشن اريا باي اريا، بيركشن سبيس باي سبيس، سبيس باي سبيس، اوسكالتيشن اريا باي اريا او سبيس باي سبيس. يعني ده كلام مهم قوي. النقطه الثانيه اللي ما ننساهاش ابدا 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 ابدا، لابد من فحص الباك. من لم يفحص الباك لم يفحص التشيست، عشان كده لازم احط نقطه قدامي ان انا افحص الباك. دلوقتي الموضوع بقى سهل، سهل ليه؟ لان الدكتور بيقول لك اكزامين التشيست فروم فرونت، اكزامين التشيست فروم باك، يعني هو بيحددها لك كسؤال اوسكي. لو حالتك لونج بقى والدكتور بيسالك عليها لازم طبعا تكون فاحص انت الفرونت ولا اللاترال ولا الباك. اللاينز اوف ذا تشيست الفرونت، يعني ايه كلمه ميد لاين؟ ذا لاين اللي نازل كده في الميدل اوف ذا ستيرنم. اوكي، يعني ايه ميد كلافيكولار لاين؟ ميد كلافيكولار لاين ادي الاستابلو كلافيكولار جوينت وادي الاكروميوم في
نص المسافة بينهم يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه midcalavicular line. طيب هنا الميدلاين وهنا الميدكلافيكولار لاين، في نص المسافة بينهم يبقى اسمه ايه؟ باراسترنال لاين. الباراسترنال لاين مهم، مهم عشان دوت اللاترال بوردر بتاع مين؟ ده بتاع الميد اريا. طب نيجي للانتيور اكزيلاري لاين، انتيور فولد اوف اكزيلاري، البوستيور اكزيلاري لاين، بوستيور فولد. طب الميد اكزيلاري لاين ده مش بينهم، ده مع الابيكس اوف اكزيلاري. تمام. طب نيجي للباك ورا السكابولار لاين مع الانجلو سكابيولا، في الميد لاين اللي هو جاي مع مين؟ مع السباينز، مع الهيبس بتاعتها، دوت اسمه ميد لاين. ماشي الحال؟ لا طبعا انا كاتبني بس يعني الميد كلافيكولار والباراستيرنال هم اهم تو لاينز احنا عايزينهم. لما نيجي نعمل بقى شيست اكزامينشن لازم حضرتك تعمل انسبكشن، بالفيشن، بيركشن، اوسكلتيشن. ها الانسبكشن لوحده هتشوف فيه خمس حاجات مهمه. تسهيلا بنقول SMSTB اللي هم shape of the chest، اللي هم movement، اللي هم skin أو chest wall lesions، trachea و pulsations. في حاجة كده on request اسمها latent site. Shape of the chest. Shape of the chest. Normal shape of the chest يكون oval or elliptical. بحيث إن transverse diameter to the anteroposterior diameter is 7 to 5. Normal chest بيكون symmetrical. Normal chest بتكون الريبس نازلة obliquely. Normal chest في narrow intercostal spaces. Normal chest subcostal angle من 70 الى 90 درجه. يبقى مواصفات النورمال شيب اوف ذا تشيست ها بيكون elliptical or oval بحيث ان الترانسفيرس الى الانترو بوستيريور 7 الى 5. نورمال تشيست سيمتريكال الناحيتين زي بعض. نورمال تشيست في اوبليك ريبس ونارو انتركوستال سبيسز والسبكوستال انجل من 70 الى 90 درجه. ابنورمال شيب اوف ذا تشيست بقى الابنورماليتيز في الشيب كتيره، ممكن ياخد شكل barrel shaped chest. والbarrel shaped chest فيه 7 مواصفات. الصفة الرئيسية ان الانترو بوستيريور دايمتر اكبر من او يساوي الترانزفيرس دايمتر، ودي الصفة الاساسية. وبعد كده حاجة فوق وحاجة تحت، حاجة قدام وحاجة ورا، وحاجتين في الضلوع. حاجة فوق تلاقي عنده thick shoulder، يعني الكلافيك طلعت قدام شوية والترابيزس ورا شوية، تلاقي المسافة دي بقت كبيرة. تحت هنا تلاقي عنده ايه؟ wide subcostal angle. حاجه قدام تلاقي عنده بروترودد ستيرنم، ده الستيرنم طالع لبره. حاجه ورا تلاقي عنده شويه ايه؟ ها شويه كيفوزس. هاي انا بشوف المواصفات دي كلها. حاجتين في الضلوع بدل ما هي اوبليك تبقى ترانزفيرس، والسبيسز تبقى وايد سبيسز. يبقى تاني 7 مواصفات للبارل شيب تشيست. حاجه رئيسيه الانتروبوسيون دايمتر اكبر من او يساوي ترانزفيرس دايمتر. حاجه فوق، حاجه تحت، حاجة قدام وردود استرنم، حاجة ورا هاكي فوز. حاجتين في الريبس تبقى ترانزفيرس وايد انتركوستال سبيسز. في حاجة يعني مش مشهورة قوي اسمها كريكو استرنال ديستانس. خد الكريكو استرنال ديستانس دي تاخد 3 صوابع، يعني أكتر من 5 سم. لو بقت أقل من كده في ناس تقول إنها ذا شورست ساين أوف بارل شيب تشيست، لكن أنا مش مهم قوي. تاني ابنورماليتي في الشيب نشوفها، ممكن يبقى الاسترنم داخله لجوه كده، دي اسمها بيكتس اكساكافيتم. بيكتس اكساكافيتم اللي هو الاسترنم داخله لجوه، او اسمه الثاني فانل شيب تشيست. هذه البيكتس اكساكافيتم يا اما تحصل كده لوحدها كونجنتالي، واحد مولود كده، يا اما ممكن تحصل اوكيوبيشنالي مع الشوميكر. عكسها تلاقي بيكتس كرنييتم الاسترنم طالع لبره، التشيست طالع لبره، او بيجون شيب التشيست ده ملوك الاطفال، ده بتاع الايه؟ ده بتاع الركز. ممكن تبص على التشيست تلاقيه عامل كده ناحيه طالعه او ناحيه نازله، يعني انت تبص على شكل التشيست بتاعه بتلاقي فيه ناحيه طالعه يا اما فيها بلج، وناحيه يمكن تكون نازله فيها ريتراكشن انت ما تعرفش، يا اما هنا بلج يا اما هنا ريتراكشن. تقول له ايه؟ تقول له نفس تتحرك يبقى ها؟ يبقى مشكلته في الناحيه دي، يبقى عنده بلج هنا. طب دي اللي بتتحرك، يبقى عنده ريتراكشن هنا.
اللي يعمل بالج يا افيوجن يا نيوموثوركس، واللي يعمل اتراكشن يا فايبروزس يا كولابس. وما تنساش القاعده healthy side moves freely with respiration، الناحية السليمة بتتحرك كويس مع respiration. اوكي ده بالنسبة للshape of the chest. تاني نقطة بنشوفها respiratory movement، يعني تقول لي الريت بتاعنا قد ايه؟ في الدقيقة normally من 12 ل 20 cycles per minute. ولما اقول كلمة cycles اقصد بيها inspiratory expiratory. كمان تشوف الريتم هل هو منتظم ولا غير منتظم. كمان تشوف الديبت هل هو شالو بريثنج ولا ديب نورمال. يعني شوف التايب نورمال ريسبيريشن ان ميل ابدومينال تراسيك وانت ميل تراكو ابدومينال، ده في الظروف العاديه. لكن لو واحده ست وعندها بايلاترال لانج ديزيز مينلي ابدومينال، واحد راجل وعنده تنسر اسايتس هيبقى مينلي تراسيك، يعني الناحيه السليمه دايما هي اللي بتشتغل كويس. سكين او تشيست وول ليجنز، إذا كان في dilated veins، إذا كان في scars، أي pigmentations لازم حضرتك تعلق عليها. بعد كده تعلق لي على التراكيا، تشوفها لو هي نازلة أساساً فين؟ هي نازلة في الميد لاين، الجزء اللي إحنا بنفحصه أهو، ومعدي عليها على الجنبين كده قدام هنا وهنا، معدي الاسترنوماستويد تندون. الاسترنوماستويد تندون بيعدي يمين ومعدي شمال، عشان كده هي التراكيا نازلة في النص. فبالتالي التندون ده والتندون ده الاثنين في نفس المستوى. طب لو هي جت يمين شويه هتلاقي التندون ده بقى ايه؟ بقى برومننت شويه، جت شمال شويه بقى التندون ده بقى برومننت. يبقى على حسب هي حصل لها شيفتنج الفين يكون في برومننت استرنوماستويد تندون. وهذا البرومننت استرنوماستويد تندون على ناحيه دي اسمها بوزيتيف ترانس ساين. ها بوزيتيف ترانس ساين، ها اللي هو يبقى فيه برومننت استرنوماستويد تندون ان ذا سايد اوف شيفتنج اوف ميدياستاين. اللي هيشفت الميدياستاينا من السيم سايد هو فايبروز او كولابس، واللي هيزوق الميدياستاينا من الاوفر سايد هو افيوجن او نيوموثوركس. ماشي الحال؟ بعد كده انا بشوف طبعا ده بالانسبكشن، بعد كده بشوف البلسيشنز. طبعا البلسيشنز زي الكارديولوجي الايبكس وبرستيرنال ابيجاستريك رايت وليفت وبرستيرنال اورتيك وبالمونري، مع لفظ في الاعتبار حاجه مهمه. اذا كانت حالتي سي او بي دي يعني في انفيزيما، اخبار الايبكس ايه؟ شخصيه الابكس شخصيا عامله ايه؟ مش موجوده. فما بالك بالاذر بلسيشنز بقى، اكيد الاذر بلسيشنز هي كمان مش موجوده. عشان كده انا يهمني قوي 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 الابياستريك بلسيشن، لانها جايه كده من تحت، يعني مش هشوفها من عن طريق الثوراكس. فلما تبص تلاقي بلسيشن وتمد ايدك وتلاقي بلسيشن جايه من فوق، يعني عنده ابياستريك بلسيشن من فوق في مريض الشيست. دي تعني ايه؟ تعني رايت فنتريكل، ورايت فنتريكل في مريض الشيست تعني ايه؟ تعني كور بالمونال. عشان كده ده كلام مهم، ابيجاستريك بلسيشن ليتن ساين. ايه بقى ليتن ساين دي؟ احنا عارفين الدايفرام بياخد اوريجن من الانر اسبيكت اوف ذا لاسترس، وبيعمل انسيرشن على نفسه، بيعمل انسيرشن على نفسه، يعني انسيرشن على ايه؟ على سنترال تندون كده. فلما بيجي انت تاخد نفسك ولا حاجه تلاقي الحته دي دخلت لجوه شويه، دخلت لجوه شويه. لما تدخل كده لجوه شويه دي اسمها بوزيتيف ليفن ساين. انت بتشوفها كده في ظهر العيان وجنبه من هنا وهو قاعد، تلاقي الحته دي مع النفس كده عماله تدخل، دي اسمها بوزيتيف ليفن ساين. اذا كان حد عنده بوزيتيف ليفن ساين ده حاجه حلوه ولا وحشه؟ حاجه حلوه على فكره، انت عارف معناها ان الدايفرام بيتحرك. الدايفرام بيتحرك، وجود بوزيتيف ليفن ساين تنفي دايفراجماتيك باراليسيس وبلورال ديفيوجن. ما عندوش لا دايفراجماتيك باراليسيس ولا عنده بلورال ديفيوجن. امال لو واحد عنده نيجاتيف ليتن ساين ربما يكون عنده دايفراجماتيك باراليسيس، احتمال، واحتمال يكون عنده بلورال ديفيوجن، لكن احتمال يكون نورمال وهي مش باينه معاه. اذا وجودها بوست ليتن ساين اوكي، اذا كانت مش موجوده ما عندناش ادنى مشكله. ماشي الحال؟ نيجي بعد كده للبالبيشن. عشان تعمل بالبيشن للتشيست احنا عندنا خمس حاجات، خمس حاجات بحرف تي. منو منين؟ روبر ساين في كل الانتر كوستال سبيسز. لا كل الانتر كوستال هي اللي هي اللي شغاله. روبر ساين مش هنشوف مين اللي بيسال. روبر مين اللي بيسال؟ مش هتشوفي اصلا روبر ساين، او مش هتجيبي سيرتها اساسا، ما حدش كتير يعرفها يعني، ما حدش كتير بيقولها. روبر ساين تلاقي كل السبيسز شغاله. يعني الانتر كوستال ماسل شغاله بزياده، لكن الليزن بتكون في الجزء اللي تحت بس. اوكي؟ ال بالبيشن هعمل خمس حاجات بحرف التي اللي هم
التراكيا طبعا في الاول، تندرنس، تي بي اف، تزييد اللي هو بالغ بالويزس، وتمدد اللي هو شيست اكسبانشن. طبعا الميدياستاينم لو جالك كده اتسالت في اكزام الميدياستاينم تبقى عارف انك هتفحص حاجتين، هتفحص التراكيا وتفحص الابيكس اوف ذا هارت. اوكي، فانت طبعا بتقعد العيان تثبت راسه عشان ما يبصش لا كده ولا كده، تبقى التراكيا بتاعته سنترا، تدخل حضرتك في السوبرا سترنال نوش، تدخل كده مره وتلف تدخل كده مره. لو دخلت هنا زي هنا يبقى التراكيا بتاعتك ايه؟ سنترا. طبعا في ناحيه ضيقه وناحيه واسعه يبقى شيفتد. هنزود بس فيها جزئيتين. الجزئيه الاولى قلناها من شويه اللي هي الكريبو سترنال ديستانس، وانت بتفحص يعني بشوف المسافه دي قد ايه، عشان لو لقيتها اقل من 5 سم ده عنده بارن شيفتد. في كلمه كمان اسمها تراكيال تانك، دي لا تذكر الا اون ريكويست عند الطلب بس. ايه الفكره بتاعتها؟ لو واحد عنده انيوريزم في الارشل او الطلب، احنا عارفين ان هنا كده الارشل او الطلب، لو في هنا انيوريزم مع كل بلصايه مع كل بلص هتقعد تهبط في مين؟ هتهبط في التراكيا، فلما تهبط فيها هتعمل لك صوت خفضه، فانت ساعات بتحط ايدك كده وتلاقي عيان مع البلص عمال يديك طرد 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 طرد، اسمها ايه؟ تراكيا طرد والبلص، ودي معناها انيوريزم في الاورطه. اوكي؟ في تراكيا تاك ثانيه بتحصل مع السي او بي دي، واحد عنده سي او بي دي، فمع الادفانسد سي او بي دي هو بياخد نفس، الديافرام بيتحرك لتحت بعمق، لما يجي الديافرام ده عشان يتحرك لتحت كده وينزل، ها الديافرام بينزل لتحت بيشد على مين؟ ها بيشد على اللاين والتراكيا لتحت يشدها لتحت، وانت حاطط ايدك هنا كل ما هو ياخد نفس كل ما ياخد نفس يحصل خبطه في ايدك، يبقى اسمها تراكيال تاك وذ ريسبيريشن، ودي مع السي او دي. يبقى تراكيال تاك نوعين، في تراكيال تاك يحصل مع الباص دي بتاعت الانيوريزم، تراكيال تاك مع ريسبيريشن مع السي او دي، ودول لا تذكرهم الا اون ريكويست، ما حدش يتنطط في الامتحان، ما حدش يقولهم الا اذا سئل فيهم. نعم. ايه الفرق بينهم وبين السوبر ستين والبلسيشن؟ لا بلسيشن، مش حاجه بتسال بلسيشن، حس حاجه بلس، لا ده بلس، لكن دي خطه خطه يعني. انا مش حسستك مع السي او بي التراكيال تاك. حسستها لك والله. اللي ما حسستش فكرني اجيب حاله سي او بي دي احط صباعك كده خليه ياخد نفس. تحس خطه خطه يعني. خطه خطه مش بلصايه يعني. اوكي؟ ده ما انت مركز ايه اللي بنقوله؟ انا طول السنه انا عرفتك تقول له بس ايه اللي جرى هنا؟ ها؟ هو انت بتستغل الناس كلها؟ لا هو اول مره يتكلم معايا امبارح عشان تركز وفاهم كل حاجه. ها؟ انتوا عاملين له انيميشن؟ مين اللي شال الانيميشن؟ طب ليه سبتوا لي ويندول يعني؟ انت بتذاكر ويندول ولا ايه؟ ايه اللي جرى يعني؟ مرسي اللي كان عامل السفر والله مرسي اللي كان عامل. ها؟ امال ايه؟ طيب بص يا دكتور التندر لسه احط ايدي اريا باي اريا وعيني في عين العيان، ها اريا باي اريا وعيني في عين العيان، ها شوف اذا كان في تندر بوينت ولا حاجه، اللي هيعمل تندر ليس في الجست ايه؟ حاجه على مستوى السكين زي صوب هيربس دوستر او اي حاجه انفلاميشن في المسلز، مايوسايتس، الريبس لو في فراكشر، البلورا لو في بلورس لانج لو في نوموني، اي حاجه ممكن تعمل تندر ليس. طب لو في تندر ليس على الاسترنم شخصيا؟ ما ننساش طبعا الكرونيك ليكيميا. اوكي؟ وانا بعمل تندر ليس بيكون عيني في عينه، وانا بعمل الباك اقول لو في وجع قولي لان انا مش هكون شايف عينه، وهمشي اريا باي اريا. تي بي اف تاكتايل فوكال فريمتس كلمه مهمه. هي عباره عن ايه؟ It is a vibration of the vocal cord transmitted through the airway and the chest wall to be palpated. يعني العين هيقول 4 4 فهيحرك مين؟ الفوكال كورد. هتنتقل عن طريق الميديا اللي جوه اللي هي هواء عشان انا احسها تحت ايدي. المفروض الميديا اللي جوه هواء. ايه رايكم لو الميديا اللي جوه بقت سوليد توصيل الهواء احسن ولا السوليد؟ توصيل السوليد احسن. عشان كده كل امراض الجسم هتقلل التي بي اف الا الثلاثه سيز. مين الثلاثه سيز دول بقى؟ واحد واحد ها كونسوليديشن، اثنين كولابس وديبيتنت برونكس، ثلاثه كافيتي اف سوبرفيشال اند سراوندد باي كونسوليديشن.
واحد كونسوليديشن يعني اللنج بقى فيها هايبرينيا وفي انفلاماتوري سيلز واكسيديشن بقى سيم سور حتى بيسموها هيباتايزيشن فالكوندكشن بتاعها بيبقى اعلى كولابس وديفيتنت برونكس يعني اللنج قفلت كده بس في برونكس بتدخل وتطلع الهواء عماله تدخل وتطلع الهواء فبيطلع في حاجه سوليد اللي هي الالفيولاي اللي مقفوله يبقى دي اسمها كولابس وديفيتنت برونكس ثلاثه كافيتي بس كافيتي مش اي كافيتي لازم يكون طبعا سوبرفيشال قريب من ايدي وحواليه كونسوليديشن والكونسوليديشن بصراحه هي اللي بتزود وما الكافيتي الا مكفر هو بس بيجمع الصوت فبيعليه شويه تي بي اف كل امراض التشست بتقللها الا الثلاثه سي همشي اريا باي اريا وكل مره بخلي العيان يقول ايه هل يقول اربعه اربعه لو انت قارنت فوق مع تحت المفروض ان تحت اقل تقول اربعه 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 تحت اقل تحت اقل ليه؟ لان تحت بعيد عن الفوكال كورد لو جالك مريض ولقيت تحت زي فوق لا بقى يبقى تحت ايه؟ تحت عالي طب ايه اللي ممكن يعلي تحت يا جماعه؟ لو واحد عنده مثلا برونكيكس عنده كونسوليديشن تحت ولا حاجه فممكن تبقى اعلى شويه. الحته الثانيه اللي عايز اقولها باي واي انت ممكن لو انا مثلا يعني انا الناحيه دي فيها كونسوليديشن فانا قلت لك تعالى وانت حط ايدك هنا وحط ايدك هنا 4 4 4 4 فتقول لي يا دكتور انا حسيتها هنا اعلى اقول لك ايوه ما انا عندي هنا كونسوليديشن اقول لك البس سماعتك نعملها بالسماعه لما نعملها بالسماعه هيبقى اسمها فوكال ريزونانس نعملها مره بصوت عالي يبقى اسمها برونكوفوني نعملها مره بالهمس ويسبرنج بكتورولوجي يعني ايه؟ اقول لك البس السماعه ما تلبس السماعه اقول 4 4 4 4 تقول لي انا سامعها هنا اعلى اقول لك ايوه اصل انا عندي هنا كونسوليديشن اللي خلاك تحسها في ايدك اعلى يخليك برضه بالسماعه ايه؟ هتسمعها اعلى تمام؟ بس حته ان انا اقولها 4 4 بصوت عادي دي فيها لعب شويه. يا اما انا مش هعرف اظبط صوتي يعني مره عليه ومره واطيه. يا اما حتى العيان يقعد يشتغل، يقعد يشتغل لك ازاي؟ هيقول لك ايه مثلا يعني مثلا يقول لك ايه؟ هيقول لك 4 4 وهنا يقول لك 4 4 يعني هو علّى صوته عشان العيان ما يلعبكش تعمل ايه؟ اعملها ويسبرنج ازاي بقى؟ بالهمس. بالهمس ازاي بالهمس؟ تقول لي هنا ما سمعتش حاجة بس هنا سمعتها بس هو مش سمعتها أربعة ولا أربعة سمعتها إيه بقى؟ سمعتها إيه؟ وانس إن هي سمعت أي حاجة يبقى المكان ده فيه إيه يا جماعة؟ فيه حاجة من الثلاثة سي يبقى دايما أنت حتى تبقى شاطر كده لما تيجي تتكلم وتقول لي أنا لقيت التي بي إف عالية في الليفت سوبرا ماماري إيريا ده في البالبيشن لما تيجي بقى في الأوسكالتيشن لازم تقول لي حاجتين تقول لي المكان ده فيه ويسبرنج بكتورلي فيه فوكال ريزونانس عالي ها برونكوفني ويسبرنج زي ما هنقولها كمان شويه، يعني دايما الحاجات دي لازم تمشي مع بعضيها لان نفس الاسباب بتاعتها هي ماشي الحال؟ بالبابول ويزز هتحط ايدك على تشيست وول كل الاماكن اريا باي اريا باي كومباريزون وتقول للعيان خد نفس جامد ممكن تحس تزييق او حاجه تحت ايدك اسمها بالبابول ويز. ده لو مع البرونكيال ازمه مع السي او دي خاصه لو العيان رفيع شويه بس الفكره هتفرق ازاي بينها وبين الثريل. ما جاي ده يكون تريل التريل شغال مع البلس لكن الويز شغال مع هتقول له وقف قلبك ولا وقف نفسك؟ وقف نفسك لو فضل شغال يبقى تريل لو اختفى يبقى كان عباره عن بلب والويز تمام؟ بعد كده تشيست اكسبانشن بعمله في الفرنت بحط ايه في السوبر ماموري الماموري باخد فولد والانفرا ماموري باخد فولد وفي الانفرا سكابلر باخد فولد وفي كل مره بقول له ايه؟ باخد نفس اشوف اخبار التشيست اكسبانشن عامل ايه؟ ماشي الحال يبقى اذا البلفيشن انا بشوف التراكيا والتندرنس والتي بي اف والتزييق والتمدد دول خمس نقاط مهمين. نيجي بعد كده للبركشن. بركشن اللنج كلها بيكون لايت بركشن الا الباك بنعمل لها هيفي بركشن. بنعمل لايت بركشن لللنج الباك بنعمله هيفي بركشن لانه بيكون فيه ثيك ماسلز. لما تيجي تعمل لايت بركشن على النورمال لانج ايه الاحساس اللي انت بتحسه؟ بتحس حاجه اسمها ريزونانس لان فيها هواء. طب ايه رايك لو الهواء زياده؟ واحد عنده انفيزيما مش الهواء زياده؟ هتبقى اسمها هايبر ريزونانس زي حالات الانفيزيما. واحد عنده انفيزيما يبقى النوت بتاعنا ايه؟ هايبر ريزونانس. طيب على التروبس اريا دي مليانه اير بابلز فتبقى اعلى حاجه اعلى حاجه اسمها تمبانيك ريزونانس. تمبانيك ريزونانس يبقى اعلى حاجه تمبانيك ريزونانس على التروبس اريا. اقل منها بس عاليه برضه هايبر ريزونانس مع الانفيزيما. اقل منها بس نورمال اللي هي ريزونانت مع حالات اللي هي نورمال لانج
ممكن تبقى مكتومه شويه، مكتومه شويه اسمها امبيرد نوت. لو واحد عنده شويه كونسوليديشن ولا حاجه ممكن يبقى فيها دالنس، ده لو عندنا فايبروزس او كولابس. ممكن تبقى ستوني دالنس في حالات البلورال ديفيوجن، يبقى دول انواع البركشن نوتس. هنعمل بركشن للفرونت كلافيكال مع كلافيكال، انفرا انفرا، وامشي سبيس باي سبيس. المفروض طبعا يعني البركشن الاصلي بقى انا بمسك الميد لاين واجي على العظمه كده واخبط عليه الميد لاين، ثم الباراستيرنال باراستيرنال في كل السبيسز، ميد كلافيكول ميد كلافيكول في كل السبيسز، انتيريور اكسلري انتيريور، يعني في كل، بص عندك ايه، لاين باي لاين وسبيس باي سبيس، لاين باي لاين وسبيس باي سبيس. لكن دايما جاره العاده ان احنا في الفرنت بنعمل في الميد كلافيكول، وفي الاخر بنعمل في الميد اكسلري، وفي الباك ورا بنعمل في السكابلر لاين والسلام. لكن الاصلي انك تمشي ايه، لاين باي لاين وسبيس باي سبيس. بس روح بقى تقعد وقت قد ايه. اهم من البركشن اوف لاين في بركشن اوف سبيشال ارياز. سبيشال ارياز دي مهمه جدا. السبيشال ارياز بير اريا هي الاشهر بالمره. سؤال اكيد يعني لو ادي الرايت لانج اهي، قلنا ان الليفت لانج تيجي تعمل هنا تعمل كارديك موشن. المكان ده المكان ده بيكون فيه القلب مش مغطي باللانج، ده اسمه بير اريا. بير اريا اريا اوف ذا هارت not covered by the lung tissue، موجودة في السبيس الرابع والخامس ما بين الليفت بوردر وسترنم والليفت باراسترنال لاين. انت بتطلعها ازاي؟ اللاند مارك الشهير بتاعنا هو السترنال انجل، فانت بتيجي ادي السكند ريب، السكند سبيس، الثيرد، ادي الفورث والفيفث. ها بعد كده اللاترال بوردر اوف سترنم والباراسترنال لاين اللي هو ميد واي بتوين ميد لاين وميد كلافيكولا، تقريبا 4 سم جنب البوردر ده. تيجي حضرتك تعمل لها بركشن من بره لجوه او من فوق لتحت. المفروض انك لما تعمل بركشن ريزونانس 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 دار، ها ريزونانس 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 دار، المفروض ده المكان ده يبقى ايه؟ يبقى دار. طب ايه رايك لقيت المكان ده ستيل ريزونانس؟ ده معناه ان هو عنده ايه؟ ها ان هو عنده انفيزيما. It is the short sign for emphysema. على فكره ممكن تحصل برضه لو واحد عنده نيوموثوركس، تحصل حتى لو واحد عنده ديكستروكارديا، لكن اشهر حاجه انا بفكر فيها هي مين؟ هي الانفيزيما. طيب ايه راي حضراتكم انك جيت تعمل لها بركشن وانت عارف انك خدودها اهي؟ بارل. بس في قاعده بتقول اني بركشن شوت دي بارل تو ذا بوردر. انت جاي تمشي كده موازي كده للبوردر. ها؟ تيجي كده تيجي كده موازي للبوردر. ماشي؟ طبعا انا يعني ايه ممكن تلاقي حد بيعمل اي حاجه في اي حاجه، واخد بالك؟ فايه فوق؟ لكن انا بقول لك كلاسيكال، ده الكلاسيكال. انت في عيادتك ما تعملش اصلا بيت اللي بيعمل اكس ري لازم. ممكن بقى ممكن ايه، هي المساحه بتاعتها الاصليه كده. انت كنت تعمل بركشن لقيت الدالنس بتاعها زياده، ها المساحه بتاعت الدالنس كبرت، ربما تكون الليفت لانج دي كشف فايبروز او كولابس، او ربما يكون الشامبر ده مين الشامبر اللي عنده جنب رايت فنتريكل كبر، او لو عنده بريكارديا ديفيوجن. يعني ايه اللي يزود مساحه الدالنس بتاعه البير اريا؟ حاجات في اللانج ليفت سايد فايبروزس اور كولابس، حاجات في القلب رايت رايت فنتريكولر انلارجمنت او بريكارديا ديفيوجن. تعمل لها بركشن من بره لجوه او من فوق لتحت مش فارقه. السبيشال اريا الثانيه اللي هي ثروبس اريا، الثروبس اريا في الشيست اوفرلاينج فاندس اوف ذا ستومك الذي يحتوي على اير بابلز. بناخد نقطة في الليفت فيف انتركوستال سبيس في الميد كلافيكولار لاين، ونوصلها ب 9 في الميد اكزيلاري لاين، ونوصلها بالكوستال مارجن اللي هو 11 في الميد اكزيلاري لاين، ونرجع هنا ل 8 كوستو كوندرال جنكشن، ونوصلهم كده ببعض. يعني باخد اربع نقاط، ها عليا اهو بناخد ايه، نقطه هنا بتعد السكند السيرد الفورس الفيست في الميد كلافيكولار، تنزل 6 7 8 9 ميد اكزيلري، 10 11 ميد اكزيلري، 6 7 8 اصبح المكان ده هو الايه؟ هو التروبس اريا. حتى رفلي كده لو جبت ايد العين اليمين وحطيت الثامب على ليفت نيبل، مكان ايدك هو التروبس اريا. الجغرافيا بتاعتها بقى جايلها من فوق اللانج والفلورا، ومن تحت في الابدومين، معانية يمينها ليفر، معانية ساريها سبليم، وهي طبعا الاستومك الاير بابلز. عشان كده هي اصلا تبقى ايه؟ تبقى تمبانيك ريزونانس،
ها فيها تنبني ده النوت بتاعتها تنبني كريزنس. فانا بعمل بركشن واطلع لفوق، لو لقيت دالنس جاي من فوق يبقى فيه ايه؟ دور الافيوجن. دالنس جاي من تحت، طب دالنس جاي من على اليمين، جاي من على الشمال، سبينوميجالي. طب مليها كلها، واحد عنده فول ستومك بقى فول تانك بقى مليها على الاخر، او واحد عنده كولي فلاور ماسك وجاستريك كارسينوما، يبقى اللي يعمل دالنس من فوق او من تحت او يمين او شمال دوت الكلام الاساسي. الحاجه دي كانت في الامتحان، كنت بتكلم في اولى في الامتحان يا دكتور. دي لو جيت سبيشال اريا اعمل بركشن لو ايه؟ لما تيجي بركشن سبيشال اعمل بركشن على طول. لو الدكتور هي كذا لازم ما انا تعمل بركشن، انت قلب الام يعني عارف مكاننا مثلا، لازم تعد يا بابا. عد الدم هو عينه من عينه ودم ولا حرام؟ بس عينه ودم والله. ماشي طيب. سؤال عكسي بقى، سؤال عكسي. مش دي المساحه بتاعتها؟ هل ممكن المساحه بتاعت التمباني كريزنس توسع؟ توسع من فوق؟ اه. عامل لوميكتومي توسع من على اليمين؟ اه. عنده شانك ليبر توسع من على الشمال؟ عامل سبينكتومي توسع من كل الاتجاهات؟ اه. عنده دايليتد ستومك ممكن، ها دايليتد ستومك ممكن توسعها من كل الاتجاهات، يعني ها كل شيء وارد. تمام؟ نعمل لها بركشن من النص ونطلع لفوق تحت يمين شمال، او نجي لها من بره لجوه كده ينفع وكده ينفع والاثنين صح. كرونيكس اسمس اريا اوف ذا تشيست اوفر لاينج ايبكس اوف ذا لاين، الحته اللي هي التجويف اللي هنا ده اسمه كرونيكس اسمس. البوردرز السهله الكلافيكل قدام والترابيزيس ورا وروت اوف ذا نيك ميديالي. البوردرز الغلسه انتيرولي ميديال تو ثيرد اوف ذا كلافيكل، posteriorly medial one third of the spine of the scapula. وصلهم ببعض يبقى lateral border، ومن الاسترنوكلافيكولر لغايه سي 7 ورا يبقى دوت الميديال border اللي هو الروت اوف ذا نيك، من الاسترنوكلافيكولر لغايه سي 7. ماشي الحال؟ وانا بنستنى ان شاء الله كده العين ونراجعها تاني. لكن الفكره هقف ورا العيان وعمل لها بركشن من جوه لبره، يعني من الضغط من الروت اوف ذا نيك وانا خارج عكس القاعده، دي الوحيده اللي عكس القاعده. نعمل البركشن منين؟ from resonance to dull. الا في المكان ده بنعمل بركشن من dull resonance. المهم هنعمل لها بركشن وندخل عليها نشوفها من جوه لبره، المفروض نورمالي تبقى resonance. طب لو لقيت فيها dull افكر في ايه؟ الامراض اللي تيجي تحب الايبكس، يبقى زي مين بقى؟ زي تي بي، زي بانكوس تيومر، زي فريدلاندس اللي هي الكليبسيا الالمونية. ها يبقى دي حته مهمه اسمها ايه؟ ها اسمها كرونكس. اوصيكم خيرا بحاجه اسمها بير اريا، تروفس اريا، كرونكس زي اسمها. والله دي اسئله الامتحان المشهوره جدا في الاتشيست. في كلمه كمان اسمها تايدال بركشن. تايدال بركشن اللي هو بجيب بيه الابر بوردر اوف ليبر، فانا باجي من السكند سبيس واعمل هيفي بركشن وانزل لغايه لما الاقي دالنس. لما الاقي دالنس اقول له خد نفس واكتمه، ولما ياخد نفس ويكتمه الدايفرام بينزل، فالحته اللي كانت ضغطه تحول الى ايه؟ الى ريزونانس. ده يبقى معناه ان ده الليفر، والليفر ده حاجه صغرى ولا انفرا دايفراجماتيك؟ انفرا، يبقى دوت معناه ان دوت انفرا دايفراجماتيك اللي هو الليفر. طب افرض جيت تعمل بركشن ريزونانس 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 ضل، خد نفس واكتبه ستيل ضل، اطلع لفوق ريزونانس، لكن الحته دي ضل بنفس ومن غير نفس، يبقى الليجن هنا ايه؟ صفرا دايفراجماتيك افيوجن نمونيا ماس اي حاجه. طيب افرض يا دكتور لقيت ريزونانس 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 ضل، خد نفس واكتمه ضل، اطلع لفوق ضل، اطلع لفوق ضل، مع انه من شويه كان ايه؟ كان ريزونانس. هو ايه اللي حصل؟ الدايفرام اتشد لفوق، اصل هو الدايفرام الشمال نزل، بزود الايه؟ النيجاتيف بتاعت الثوركس، اليمين بقى بارالايز راح طالع لفوق، يبقى دوت اسمه دايفراجماتيك باراليسيز. يعني تايدال بركشن تستخدم عشان تقول لي ده انفرا دايفراجماتيك ولا سوبرا دايفراجماتيك ولا دايفراجماتيك ليجن. ريزونانس ريزونانس ريزنس ضل، خد نفس واكتبه بقى ريزنس، ده معناه ايه؟ سوبر انفرا ها يبقى انفرا ده ليفر ها ريزنس 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 ضل، خد نفس واكتبه ضل، اطلع لفوق ريزنس، الحته دي بس هي اللي ضل، يبقى ده حاجه فوق مين؟ عشان كده ما اتغيرتش مع النفس، الدايفرام اتحرك وهي ما اتغيرتش. طب الحاله الثالثه ريزنس 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 ضل،
خد ده بس واكتبه وضل، اطلع لفوق ضل، اطلع لفوق ضل، مع انها كانت ريزونانس. ايه اللي حصل؟ ها الديافرام طلع لفوق، يبقى في ديافراجماتيك بارانسس. طلع لفوق ليه؟ عشان النيجاتيفيتي بتاعت الثوركس طبعا هي اللي خدته لفوق. ده سؤال اسمه تايدال بيركشن. ماشي كده الحال؟ يبقى احنا انسبكشن بالفيشن بيركشن. ناخد بريك 10 دقايق وهنعمل اوسكالتيشن. ماشي.